السلام عليكم أعزائي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. جالاكسي اس 25 ألترا، الحلم يصبح حقيقة، وهل ستصبح أحلامك التقنية حقيقة مع هذا الهاتف الخطير ومع هذه التسريبات الخطيرة التي تظهر مزيجا فريدا من التصميم؟ هل يمكن لهذا الهاتف أن يهيمن على السوق؟ كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو بالتفاصيل. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وأيضا الضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. في عالم التكنولوجيا الذي لا يهدأ، تتجه الأنظار مجددا نحو شركة سامسونج التي تستعد لإطلاق هاتفها الرائد الجديد جالاكسي اس 25 ألترا. وفقا لأحدث التسريبات والتقارير، يتوقع أن يحمل الهاتف تصميما مبتكرا يجمع بين مزايا الطرازين السابقين الاس 21 ألترا والاس 24 ألترا مع تحسينات في القبضة توفر راحة أكبر للمستخدمين دون التخلي عن الزوايا الحادة التي تميز تصميمات سامسونج. التقارير تشير إلى أن هاتف الجالاكسي الاس 25 ألترا سيضم 4 كاميرات مخالفة للتوقعات السابقة التي أشارت إلى 3 كاميرات فقط، ويبدو أن سامسونج لن تتخلى عن كاميرا التقريب البصري 3X مما يعزز من قدرات الهاتف في التصوير عن بعد. وتظهر التسريبات أن الهاتف سيحتفظ بمستشعر 200 ميجا بيكسل الرئيسي الذي من المتوقع أن يتولى مهام التقريب القصير المدى. من المتوقع أن يشهد الهاتف تحديثات كبيرة في الأداء والبطارية، حيث تشير الأنباء إلى أن سامسونج تعمل على تطوير شريحة الإكسينوس الجديدة قد تتفوق في الكفاءة على الهواتف المزودة بمعالج سناب دراجون، وهو سيكون الإكسينوس 2500. ومع الحديث عن البطارية، يرجح أن تظل سعتها كما هي دون تغيير، بينما يتوقع أن يأتي الطراز جالاكسي اس 25 ببطارية أكبر لتعويض استهلاك الطاقة للشريحة الجديدة. تتجه سامسونج أيضا نحو تحديث مساعدها الذكي بيكسبي بإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعد بتجربة مستخدم أكثر ذكاء وتفاعلية. ومع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع في أوائل عام 2025، تتزايد التوقعات والشائعات حول هذا الجهاز الذي ينتظر أن يحدث ثورة في سلسلة هواتف الجالاكسي الرائدة. في الختام، يبقى الجمهور في انتظار التأكيدات الرسمية من سامسونج للتعرف على كافة المزايا والتحديثات التي سيحملها جالاكسي اس 25 ألترا، ولكن حتى ذلك الحين تستمر التسريبات في إثارة حماس المتابعين والمستهلكين على حد سواء في انتظار ما ستكشف عنه الشركة الرائدة في عالم الهواتف الذكية. ما هي ميزات الهاتف الذكي المثالي بالنسبة لك؟ هل تعتقد أن جالاكسي اس 25 ألترا قد يلبي بعض هذه الميزات وقد يكون هاتف الأحلام؟ شارك أفكارك في التعليقات، ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.